مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الموعد الجديد من قصور الجزائر. يدفعنا الفضول لمعرفة ماضي هذه القصور المحاطة بهالة من الأقاصيص والأساطير والتي شوهتها مرحلة الاحتلال لتلبي أذواق الغرابة الخيالات والأوهام. اليوم الجولة والزيارة ستكون في هذا المعلم التاريخي، قصر الأميرة خديجة أو قصر خدوج العمياء أو دار البكري كما يحب البعض تسميته. سوف نتعرف عن تاريخ هذا المعلم، عن الأساطير وعن كل ما يحيط به من تاريخ وحيثيات. كل هذا نجده بعد متابعة هذا الصبر للأعراف. إن المعالم الأثرية والمظاهر المعمارية في أي قطر ولدى أي شعب هي بمنزلة الذاكرة الجماعية التي تشعر الأمة وتربطها بماضيها، وبمثابة بطاقة التعريف التي تظهر جوانب التفوق ومواطن الإبداع. الجزائر بماضيها الحافل ومستقبلها الواعد تتوفر على ثروة ثمينة من الشواهد الأثرية والمفاخر العمرانية، منها ما هو قديم روماني بيزنطي، ومنها ما يرجع للفترة الإسلامية، وبعضها الآخر يعود إلى العهد العثماني. الأنسة ونزة نوال ملحقة بالحفظ والإصلاح، مرحبا بك معنا. يسلمك. رانا الآن متواجدين هنا في قصر خداوج، ورانا في هذا الديكور العاصمي، حبينا يكون الحوار معك هنا في هذه الغرفة هذه اللي تخص الأميرة خداوج، أليس كذلك؟ نبدأ بسؤال يطرح نفسه، من تكون الأميرة خداوج أو من تكون خداوج العمياء كما يقول لها العاصميين وغيرهم؟ خداوج العمياء هي بنت حسن خزنجي. حسن خزنجي هو اللي كان حاكم الخزينة في عهد الداي، كان عنده بنتين خداوج وعزيزة. ألوغ شرا هذا القصر لخداوج على بها اسم تخداوج، وعندنا قصر واحد اخر هو قصر تاع عزيزه تنكي بنته اللي ده اسم تاع عزيزه، وخداوج هو خاصه اللي تعرف بالاسم تاع حق تاع خداوج، وخاصه خداوج العمياء. على عمياء هو اسطوره، تقول اسطوره يعني الخيال اكثر من الحقيقه، يقول لك بلي اكثر من كانت فائقه الجمال، كانت عندها مراه جابها لها يعني الوالد تاعها من يعني ينص يقول لك من الهند، نهار كامل تشوف روحها في المرايا حتى اصيبت بالعمى. هنا اسطوره هنا وخاصه تانيك هنايا كي يجوا الناس يقولنا وراه المرايا اللي شافت بها خداوج اللي تنعمات، حتى بعض الاطفال كي يجوا لهنايا يخاف يقول ما نغوصوش في المرايا باش ما تنعماوش. هنا شويه هذه تاع دراري اللي حكموا الحكايه تاع الاسطوره تاعها. هي هاي لك هي كما نقولوا مجرد ابنه والد تاعها عنده مال وقصر ولد الاسم تاعها. من بين هذه الاثار والمآثر العمرانيه قصر الاميره خديجه، تذكر بعض المراجع أن تاريخ تشييد هذا القصر يعود لحوالي سنة 1570 ميلادي بمبادرة من أحد ضباط البحرية الجزائرية يحيى رئيس، في حين تذهب مراجع أخرى إلى اعتبار القصر من ممتلكات حسن خزنجي لدى الداي محمد بن عثمان، وذلك سنة 1792 ميلادي، حيث اشترى حسن خزنجي عدة بنايات بجوار القصر وألحقها به حسب ما أوضحت عمليات الترميم التي كشفت عنها تلك البنايات، وقام بإثرائه وتنميقه ليهديه
إلى ابنته خداوج. أي سنة وال متى بني هذا القصر تحديدا ومن بناه؟ تفضلي. هذا القصر تنبنى في 1570 ويعتبر من أقدم القصور في القصبة السفلى. وهنا عندنا بزاف بعد يعني أبحاث ماشي أبحاث يعني كون بداو نتفحصوا في الكتب يعني كل واحد واش قال شكون اللي كتبوا شكون اللي بنى هذا القصر. يعني هنايا باش نقولوا يعني نعطي لك الاسم الصحيح هنا اصلا يعني ما كاش فريمون اون فري ريشيرش اللي يعرفوا شكون هو اللي بناه. بصح يقول لك بلي هو في تاع لا فروت مارين تاع يحيى رايس يعني تعود في هذيك الفتره ربما يكون هو اللي بناه وتعاد الاسم تاعو اللي شراه حسن خزناجي للابنه تاعو خداوج. هنا باش هنا يعني نركز على هذا الشيء يعني شكون اللي بناه هنا عندنا يعني علامه استفهام. يمثل المسكن الجزائري والعمارة التقليدية في الفترة العثمانية نتيجة التجارب المحلية وخلاصة التأثيرات الخارجية فن أصيل ومتعدد في نفس الوقت. تجمع للقصور في القصبة السفلى أنسة نوال. هذا التجمع كون بداو نعاودو نقولو في هذيك الفترة العثمانية كي تنبنات القصبة لأول مرة لا. كانت مجرد كانت هما سبقوا في القصبة يعني هنايا كون بداو نشوفو لا ميثود تاعهم كيفاش كانوا يديروا الليفيل تاعهم كانوا يخيرون الأماكن المرتفعة اللي عندها كيما اللي تطلع على البحر صديق باش يديروا من ديفونس أماكن استراتيجية. فوالا استراتيجية باش يشوفوا هو كيما كون نديروا نشوفوا القصر تاع الداي جاي في باب جديد كي تطلي من القصر تشوفي البحر. نعم. صافي يشوف السفن اللي دخلت والسفن اللي خرجت. صافي حنا باش يشوف. مكان جد استراتيجي. فوالا هما يعني سي با لابين باش يبداو يشوفوا شكون اللي جا شكون اللي ما جاش من تم يركبوا البحر البيبان تاع البحر شكون اللي دخل وشكون اللي ما دخلش. ومن بعد كي تكاثر السكان زادت يعني في كل المدن يعني حتى اليومنا هذا كي زاد الاكتظاظ تاع السكان زادوا بناو. وهنا يقال بلي ان القصبه ما كانتش كضيقه كانت عباره عن منازل وشوارع تاعها واسعه وكامل. ومن بعد كي خرجوا الاندلس كيما راحوا لاسبان بعد كيما لا كونكات اللي داروها ما داك عاودوا حوزوهم المسلمين عاودوا دخلوا لهنايا تمركزوا في المغرب في الغرب الجزائري ولحقوا هنا تانيك في القصبه تمركزوا فيها كي صار فيها الاكتظاظ زادوا بناو لهنايا اللي تاع القصبه السفلى واللي زادوا فيها تانوك كانوا يعني كون نديروا يعني تقسيم القصبه العليا سي دي ميزون ميم تانيك القصر ومن تحت كانوا كالكو بالي ديجا في الفترة الاستعمارية قبل ما الدول الاستعمار ما يبني لا فيل تاعو ونافي دي تريبو بالي هنايا يعني ديتروي دمروهم باش علاش ما نقولوش تدمير يعني نحاوهم باش يبنوا لا فيل تاعهم جديدة. وهنا فاش نصيبهم سيبوهم سي دي زيكري قصر الأميرة خديجة كغيره من القصور يحتوي على السقيفة المدخل تشكل باب الدار منفذا غير مباشر نحو وسط الدار وهي إذ تفصل المحيط الخارجي العام عن المحيط الداخلي الخاص إنما تعين مجال الحرم وتقيم علاقة مزدوجة بينه وبين الخارج فهي تارة مفتوحة ومبيحة وتارة أخرى مغلقة وعازلة. أما سقيفة فهي تشكل أول قاعة يستقبل فيها صاحب الدار ضيوفه كما ينتظر بها الزوار الأجانب إذن الدخول فهي ممر طويل ذو سقف مقبب ينتهي على جانبيها بأقواس جدارية مجوفة ومحمولة على أعمدة رخامية
تتخلل جدران القاعة مجالس جانبية تدعى الدكانة. نوال، لاحظت اختفاء المطبخ والحمام في القصر؟ المطبخ اختفى هو والحمام، يعني هنا بعد دخول الاستعمار في 1830 بين هو يعني روايات تقول بين 1834 حتى 1839، وانا هي في 1838 فضل فيها يقول بعد الدخول الاستعماري هذا المقر تحول الى بلديه، كانت اول بلديه في عهد الاستعماري. الو واش داروا لي فرونسي هذاك الوقت باش يردوها يعني مبنى اداري، داروا قاموا فيها تغييرات كبار، منها تنحت لا كويزين، الحمام مازالو جوست كما نو بصح راهو دوكا ريزيرف، يعني الزائر كي يجي ما يقدرش يدخل ليه باسكو راهو هو بالحاره مخزن اللي نحطوا فيه يعني لا كوليكسيون تاع التابي. وكي وهذا يعني باش نهضوا على التغيرات تاع المتحف الاستعمار، يعني هذا ماشي غير الاستعمار، يعني هذا القصر جاز على مراحل تاع تعديلات كما سالت الذكر، قلنا انه تنبنى في 1570 في 1795 كي شراه بكري هذا البكري، هذا سيتي جويف الجيريان اللي كان سيتي ان كوميرسون دوبلي في هذيك الفتره، كي شرا هذا القصر قصر زاد شرا كما نقولوا مباني اللي حول هذا القصر ووسع القصر من راهي دوكا راهي تحتاج من تاع الملحق تاع الفخار من المحطوطين الفخار لا كوليكسيون تاع لا بوتري، هذوك دي زانكس، وكزاد هو تاني غير وماذا كي دخلت الفرنسا زاد تغيرت، يعني الهندسه المعماريه الاوليه لقصر خداوج العمياء غير معروفه اليوم معروف. هذا يعطيك الصحه لي هذه الساعه، خاصه بعد يعني بعد الاستقلال ما خلاوش كيما نقولوا دي بلون ولا لي طرافال اللي يخدموا فيها، صدق هنايا ميم الباحثين كي يحبوا يخدموا على هذا المعلم يصيبوا فيه بزاف صعوبات من ناحيه تاع الكتابات، نقص المراجع نقص بزاف المراجع ويعني كيما نقولوا بالحراء اوليات هك وهك، يعني ماشي بعض كيما بعض القصور 100% معلومه صحيحه. وللانتقال من مستوى لاخر في القصر جاءت السلالم، حيث استعملت في مباني العصر العثماني بكثرة، إضافة إلى التكوين الطبوغرافي للقصبة. ولراحة الصاعد لا يمكن أن تتعدى الدرجات نصف قدم. ومن حيث الوظيفة هناك نوعين سلالم، السلم الرئيسي نجده مباشرة بعد السقيفة الأولى أو الثانية للقصر، وتعطى له أهمية كبيرة من حيث الزخرفة وطريقة البناء. والسلم الفرعي خاص بالطوابق السفلية أو العلوية، يمتاز بارتفاعه الضئيل وضيق الدرجة. الفناء الداخلي وسط الدار، لهذا المكان أهمية كبيرة، تكمن تلك الأهمية في تحديد هيكل البيت وترتيب كل وحداته، شأنه شأن كل القصور، هاته المساكن المنطوية على نفسها. أينما اتجهت وأينما نظرت إلا وبهرتك تلك الأشكال، التيجان استعملت منذ القديم، شكلها كأسي فيه قرون ملتوية في أركان التاج الأربعة، وتتدلى من هذه القرون ورقة ملساء تشبه ورقة العنب أو التين، ترتكز هذه التيجان على أعمدة وجدت منذ العصور القديمة فكانت عبارة عن جذوع نخل، وهي تستعمل لحمل الجهة العليا من المبنى. واعتمدت عمارة مدينة الجزائر على بناء الأعمدة نظراً لتبنيها طريقة بناء الأروقة التي تحتوي على أصف
أو صفين من هاته الأخيرة. الغرف والبيوت لكل واحد منها أهمية ومهية. أي سنوان هدو قليلاً على الغرف، غرف قصر خداوج العامية، شكلها، مساحتها، النمط المعيشي داخل هذيك الغرف يختلف من غرفة لأخرى. شفنا واحدة كبيرة على واحدة، شفنا تجاويف في بعض الغرف وغيرها من اختلافات. واش تقدري تقولنا على الغرف؟ الغرف يعني بصفة عامة للمنازل في القصبة هي يعني جنرالمون تكون كاع مستطيلة الشكل، تجي هذا ملمحنا بالطول. علاه؟ الخطش كما نقولوا الموقع المختار اللي بنوا فيه مدينة القصبة جاية فيها دابا، تصدق ما عندهمش كما نقولوا التسع اللي يقدر ينوعوا في الغرف كما يحبوا. تصدق هنايا لا توبوغرافي فرضت عليهم نمط معين تاع الغرف، هذه من جهة. وكذلك باش نهضوا هنا على القصور، يعني هذه لمحة شوية باش الناس اللي تعرف تاني بارابور على البيوت في القصبة. في البيوت تكون صغيره بزاف على القصر، هنايا باش يديروا تمييز بين قصر وبيت دويره. هنا كان فرق كبير اكيد. القصر يكون لي شومب تاعو بزاف كبار، طونديك دويره ولا بيت دار تكون لي شومب تاعها صغار بزاف. الطول تاني كما يجي طول. وهنايا بالنسبه للقصر هدايا عندنا غرف تكون كبيره على الاخرى مساحه. علاه؟ هو قلت لك سي بارابور المساحه اللي بناو شيدوا عليها هذا المعلم التاريخي. وكذلك يعني بصفه عامه كان الغرف تاع الطبق يعني البرومي نيفو يكون فيها لو كونتاكت مع الناس، يعني كما نقولوا في غرف المعيشه وين ياكلوا ونضياف وكامل. سورتو مع الخيامه، لا كويزين كانوا يطيبوا، الحمام اكسيتيرا قريب. وكانوا يخصوا دائما طبق ثاني، يعني الطبق العلوي هو اللي انا متواجدين، هو غرف للنوم باش ما يكونش فيه ازعاج. ما يكونش ازعاج يعني بالنسبه للخادم ولا بالنسبه للناس اللي ساكنين فيه. اكيد. نوال ربما سؤال اخر حبيت نطرحه عليك. رانا متواجدين في الغرفه هذه كبيره في الطابق الفوقاني اي تو سكي سوي. هناك هذا التجويف هذا اللي خلاني نسالك عن ماهية هذا التجويف هذا وهذا القوس هذا، يا وشنو هي ماهيته؟ أكيد أنه عنده مغزى ومعنى وما ندرش هكذاك. هو قادر يكون فيه مغزى وقادر يكون هكاك جا يجي بارازار بارابور على الارشيتكتور تاعو وبارابور على الاسباس. نعطيكم مثال كيما هذا البيت، هذه أي طويلة بزاف كبيرة، صدق يجو مساحة طويلة واش يديروا لها؟ كاين نسباس ولا تاني كلمحتو اكو تشوفو كاين كيما نقولو دي فونتر ان انتيريور. هادوما لي فونتر هادوما سي با دي فونتر لي طلو يدخلو الهواء، هما عباره عن يديرو مرافع اللي كانوا يحطو فيهم الحوايج زمان. كي هذا لو بلاكار كي لي فوق منه فوالا مثلا هذا دوك نعطي لك كيفاش. الو كيما هنايا هاد التجويف هذا اللي كاين، هما ولازت المحتي شويه راهو العرض تاع السور تاعو راهو عريض صديق. نقصوا من العرض تاع لا شومب داروا بها باش يديروا هادو لي بيتي بلاكار، وهذوك الحنيه لانيش اللي من فوق السبب تاعها سوا ديكوراتيف للتزيين ولا باش يديروا شمع باش يضوا البيت. وهذيك الحنيه باش في بلاص ما تجي سامب يعني فاد ما فيها والو، هما زادوا ينقشوها بالجبس هذاك باش تكون بلو ديكوراتيف. قصر الأميرة خديجة او دار البكري او دار خداوج العمياء، تقع هذه التحفة المعمارية في شارع سوق الجمعة بالقصبة السفلى بالقرب من ساحة الشيخ ابن باديس وفي مركز مدينة الجزائر القديم الجنينة. من العناصر المعمارية الأخرى التي زادت جمال قصر خداوج التسقيف، حيث نجد التسقيف الخشبي
ميزة أخرى لقصور الجزائر، حيث تتميز سقوف مدينة الجزائر باستوائها، وهذا باتخاذ ألواح مستوية تشد على روافد خشبية فنجدها في الأروقة، السلالم والغرف، دون أن ننسى اللوحات المزخرفة التي تزين هذه السقوف باختلاف أشكالها المربعة والمستطيلة. سلسلة من الأقواس المحمولة على أعمدة رخامية نجدها في رواق الطابق الثاني، نصفها الأعلى ذو شكل حلزوني، يشكل الرواق بمحيطه المربع شرفة مطلة على صحن القصر. شمسيات وقمريات عبارة عن فتحات صغيرة نجدها في قصر البكري على شكل قوامه زخارف نباتية وهندسية تتوضع فوق كل نافذة تسمح وتأذن بدخول الهواء وضوء الشمس. ومن بعدك تجي في هذاك الصليب من هيك يجيو يعيطوا لهم شمسيات. هذو الشمسيات سي كوا؟ هما سي اون بلاطخ، فيهم دي ديسان سوا دي روز سوا دي باتو منا، ومرتهم متقوبين وفيهم زجاج، كاينين متقوبين كاينين فيهم زجاج. زجاج دو كولور. دو كولور فوالا، كانت الشمس كي تضرب تضرب في هذوك لي ديسان تخرجهم في الحيط اللي من هيك. تعطي دي غيون دو كولور اون بلوس دو سولي. بروميامون باش يدخل لك الضو. ودوزيامون باش تدخل لك التهويه، سورتو في زمان الشتاء الدنيا تكون كاع مغلوقه، هنا يدخل الضو وديجا غير في هذوك يبين الحال اسكو كاين حال شباب ولا لا. كانوا زمان هكا يمدوا يجبدوا ابسط الاشياء كانت عندها معنى يسمك. في تأكيد رمزية الإضاءات الداخلية تركيزا على ميزاته الهندسية والوظيفية الخاصة وتثبيتا لعلاقته المنطقية بباقي وحدات المسكن. الأبواب الكبيرة منها والصغيرة الداخلية والخارجية كلها مصممة ومزخرفة بشكل ينمي خصوصية المكان ويزيده سحرا. الزهرة التي نجدها على الأبواب والنوافذ والدربوز والزانة هذه الأعمدة الخشبية التي تصل بإتقان وببساطة لافتة للأنظار الأعمدة المرمرية صامدة رغم مرور الزمن. بيّنت البحوث التاريخية استعمالاً مكثفاً لخشب الأرز الموجود بكثرة في الجزائر، حيث كان الحرفيون يفضلون استخدامه نظراً لخصائصه الطبيعية، فهو يحوي كمية من مادة التريبنتين مما يجعله غير قابل للتعفن، وبقائه ليومنا هذا لدليل على ذلك. الدربزين أو الدربوز فهو عبارة عن حاجز يحتوي على عمدات صغيرة يجتمع بواسطة رف ليشكل ركيزة وسياج، ويشد هذا الدربوز عن طريق الأعمدة المركبة بالطابق العلوي للقصر، صنع من مادة الخشب وختم بطابع
زخرفي ذو أشكال هندسية ونباتية. ويمكن أن نقول أن كل هذه العناصر المعمارية ليست الغاية منها إضفاء الطابع الجمالي فحسب، وإنما تعمل كلها بطريقة متكاملة للحفاظ على متانة المبنى. ما يخص الأبواب نوال، شفنا الأبواب كاين كبيرة وكاين هذيك الفتحة الصغيرة اللي فيها، واللي شفتها في القصور الأخرى، بصح بديك تهدري لي عليها أنت في هذا القصر خداو جامعة أسكو عندها نفس الماهية كالقصور الأخرى. البيبان تاع البيوت ولا ثاني ولا شفتهم كاع كبار باش يدخلوا الهواء، وعلاه واسين حتى الفوق. وهذيك الباب الصغيره اللي تجي من الداخل يعيطولها خويخه، الخويخه هذيك الصغيره كيكون حال في زمان تاع الصيف الباب يحلوها كامل باش يدخل الهواء، كيكون في زمان الشتاء يغلقوا هذيك الباب يخلوا غير هذيك الصغيره خويخه هذيك اللي كانت الماء اللي تدخل وتخرج باش ما يدخلش بزاف البرد للغرفه. بلاطة الزليج التركي المستخدمة في زخرفة مباني الجزائر في العهد العثماني تعتبر من أحسن الزليج صناعة وزخرفة، حيث تتميز الزخارف النباتية بالتنوع الشديد في عناصرها النباتية البسيطة والمركبة، مثل زهرة شقائق النعمان، زهرة القرنفل، أزهار الورد المختلفة في أسلوب تشكيلها، وبوصف أدق نجد تنوعاً لا نهائياً من العناصر المختلفة. كما نجد في هذا القصر استعمال الفاكهة مثل الإجاصة وحبات العنب في التيجان. أوجه التشابه والاختلاف بين هذا القصر، قصر خداوج العمية، وبين القصور الأخرى في القصر بار سيدي؟ كنشوف أوجه التشابه يعني نفس النمط. يعني نفس النمط يكون فيه كما كل محتو هنا في القصر تخداوج العمية ولا باقي القصور، عندكم سيدي شوب غرف تطلع على الصحن فيناء الداخلي، وهذه هي كون بداو نديرو في المقاربه هي مثل المنازل الاغريقيه. المنازل الاغريقيه مخدومه هكا، عندك وسط الدار وعندك لي شومبر داخلين، وكاين نوع واحد اخر لا تدخلي دون زان كل واحد كيما هنايا تاع سقيفه تدخلي، ومن بعدك تخرجي في وسط لاكور كيما هنايا ومن بعدك لي شومبر، وعلاه مفتوحين لخاطرش هذيك الفترة هنا عندنا ماشي غير في هذيك الفترة، هنا عندنا المناخ تاعنا معتدل، عندنا ربع فصول صدق، ما من البرد في فصل الشتاء ماهوش بارد كيما في الغرب، صدق ربي سمحوا لهم باش يبنوا هذا النوع تاع النمط تاع المنازل. ولا كنا كيما نقولوا باغ اكزومبل في مال كيما نعطي مثال في الصحراء، الصحراء ما عندهمش حاجه، كل حاجه مفتوحه كلش على برا باسكو عندهم سخانه بزاف، كون نروحوا من المناطق البارده كل حاجه لداخل على جال البرد. وفي مناطق كما نقولوا اوجه الاختلاف هو في الديكور في التزيين، سواء تصيب حتى انك تصيب المساحه تاع القصر، كاين دوطخ قصور كبار بزاف كما تاع حسن باشا كبير بزاف صديق كيما تاع باسيون 23 تصيبه يعني لا شوم تاعو كبيره.